استمرار جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضي الفلسطينيين ليس بالأمر الجديد، إلا أن إضافة آليات أخرى للحفر في باطن الأرض في ساحة البراق وحول تلة باب المغاربة ذات العمق التاريخي هو أمر جديد في إطار مشروع استكمال تهويد الساحة والمسجد الأقصى. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس حذرت من أعمال الحفر المستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة غربي المسجد الأقصى في ظل الإغلاق المشدد الذي يفرضه الاحتلال في القدس ومنع المصلين من زيارته بذريعة جائحة كورونا. عمليات الهدم والتجريف التي يقوم بها الاحتلال في تلك المناطق بدأت منذ عام 1967 عندما أقدم على هدم حارة المغاربة وتدمير المنازل وما حولها، إلا أنها استمرت حتى اليوم لتزيد معها المخاوف من إتمام مرحلة جديدة لطمس هوية تلك المناطق بالكامل في ظل جائحة كورونا واتفاقات التطبيع. الاحتلال وبعد أن أزال وفك العديد من المناطق الأثرية هناك عمل على دعم المستوطنين في ادعاءاتهم باستعادة العقارات التي كانوا يمتلكونها في القرن الماضي، وذلك من خلال منحهم الوثائق المزورة والأحكام القضائية بالسيطرة على أملاك المقدسيين الغائبين، فضلا عن وضع اليد بالقوة على العديد من الأملاك بادعاء أن أصحابها غادروا المدينة. الباحثون في تاريخ القدس حذروا من إكمال الاحتلال هدم تلة باب المغاربة وإقامة جسر ثابت لاستيعاب مرور آليات ثقيلة عبره نحو المسجد الأقصى، مشيرين إلى أن أعمال الاحتلال المتسلسلة تمثل خطرا حقيقيا على التلة التي إن أزيلت بالكامل ستزال معها آثار البيوت الإسلامية، كما سينكشف ويتخلخل بإزالتها السور الغربي. أما مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني فقد أكد أن الاحتلال يمنع الأوقاف الإسلامية من معاينة ما يجري في تلك المناطق ويعتدي على حقها في الترميم والإشراف كونه وقفا إسلاميا خالصا، فيما بين أن ما يحدث مخالف لاتفاق الوضع القائم وقرارات اليونسكو، بينما أدت سياسة الاحتلال إلى مضاعفة عدد المستوطنين وقللت نسبة السكان الفلسطينيين هناك.